Hello, my dear primary four students, and welcome to a new English live session. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر للغة الإنجليزية. معاكم مسز دينا مسلم، وهنكمل سوا يونت 4 Where do you live؟ أنت عايش فين؟ أين تعيش؟ And today إن شاء الله we're going to study lesson 4, lesson 5, and lesson 6. هنذاكر الدرس الرابع والخامس والسادس من الوحدة الرابعة. Let's start with our objectives. إيه أهدافنا النهاردة؟ By the end of this session, you will be able to read, understand, and analyze a text. هنقرأ سوا ونفهم ونحلل النص. Practice the pronunciation of words with F and V. وكمان هنفرق بين صوت ال F وال V في الكلمات. And talk about the importance of helping others. وهنتكلم سوا عن أهمية مساعدة الآخرين. وآخر حاجة read about places in a town who work in these places and how they help us. هنتكلم أو هنقرأ عن الأماكن اللي موجودة مثلا في المدن، مين اللي بيشتغل في الأماكن دي وإزاي هم بيساعدونا، إيه دورهم في الأماكن دي. Let's start first. We have a text. هنقرأ نص. في واحدة زميلتنا اسمها مريم. مريم كتبت article أو مقالة about Hurghada، عن مدينة الغردقة. كلنا عارفين الغردقة. Okay. طيب عندنا هنا في exercise 1 بيقول read Mariam's article about Hurghada and complete the table. اقرأ المقالة اللي كتبتها مريم عن مدينة الغردقة أو محافظة الغردقة وكمل التابل أو الجدول اللي قدامنا دي. إيه اللي في الجدول؟ عندنا هنا طالب اسم السيتي، اسم المدينة، وهو كاتب هرغادة. طيب إيه كمان؟ Where is it؟ أين توجد؟ فين مكانها؟ مكانها فاضي، ده المفروض إحنا نكمله. How many people live there؟ كم عدد الأشخاص اللي عايشين هناك؟ وكمان interesting things in Hurghada، الأشياء المثيرة في الغردقة أو المسلية اللي احنا ممكن نعملها في الغردقة. هنشوف النص الأول. This is our friend مريم، دي صاحبتنا مريم. And this is a map or Hurghada on the map، ده مكان الغردقة على الخريطة. مريم بتقول Hurghada my town، Hurghada my town، الغردقة مدينتي. Hi I am Mariam، ازيكم انا مريم. I live in a city called Hurghada، I live in a city called Hurghada، انا عايشة في مدينة اسمها الغردقة. It's in the east of Egypt on the Red Sea، It's in the east of Egypt on the Red Sea، مكانها فين؟ في شرق مصر، east اللي هو الشرق، Egypt مصر، on the Red Sea، Red Sea على البحر الأحمر. تمام كده؟ طب بتقول إيه كمان؟ It's a big city، It's a big city، إنها مدينة كبيرة. And about، وحوالي 190,000 people live here، حوالي 190,000 شخص عايش هنا في الغردقة. In Hurghada، in Hurghada في الغردقة، there is a beach، there is a beach، موجود شط. And there are lots of interesting things to do، and there are lots of interesting things to do، وفي حاجات كتير جدا مسلية ممكن نعملها على الشط. There is the Sahara Desert، there is the Sahara Desert where lots of tourists go on safaris، where lots of tourists go on safaris، موجودة كمان الصحارى ديزرت أو الصحراء الكبرى. Where lots of tourists، اللي هو العديد من السياح، tourist سائح، جمعها tourists، و lots of يعني الكثير من، go on safaris بيروحوا رحلات السفاري اللي في الصحراء. حد فيكم راح رحلات سفاري قبل كده في الغردقة أو في الشرم أو أي رحلات سفاري عموما؟ Yes، برافو. These are the safaris، هي دي رحلات السفاريز اللي بتكون في الصحراء أو في الجبال بقى. Okay، we have سهل حشيش، we have سهل حشيش in the south of Hurghada، in the south of Hurghada، عندنا كمان مكان اسمه سهل حشيش
جنوب الغردقة. طب ايه اللي موجود في سهل حشيش ده؟ بتقول it has some beautiful houses and interesting bazaars. It has some beautiful houses، موجود في بعض المنازل الجميلة المزينة الجميلة، and interesting bazaars، وكمان البازارات الممتعة اللي احنا نقدر نشتري منها أشياء كتيرة جدا. عارفين البازار اللي هو مكان يعني سوق كده بيكون فيه حاجات مختلفة كتير ومتنوعة جدا، ونشتري منه الهدايا والتذكارات والحاجات دي. Okay, so this is the text about Hurghada, my town. ده كان النص اللي كتبته أو الأرتكل اللي كتبتها مريم عن الغردقة مدينتها. And now let's go back to exercise one. هنرجع تاني بقى لإكسرسايز 1. Read Maryam's article about Hurghada. قرينا دلوقتي الأرتكل عن الغردقة and complete the table. يلا نكمل النص. طيب اسم السيتي كان إيه؟ كان هرجعدة. برافو. طب where is it؟ مكانها فين؟ Yes, excellent. In the east of Egypt on the Red Sea. في شرق مصر على البحر الأحمر. طب how many people live there؟ كم عدد الأشخاص اللي عايش هناك؟ Yes, excellent. برافو. About 190,000 people live there. حوالي 190,000 شخص عايش هناك. طب interesting things in Hurghada، ايه الحاجات اللي ممكن نعملها في الغردقة وتسلينا؟ Yes, the beach، ممكن الشط، ممكن كمان the Sahara Desert، نروح نعمل سفاري في أو سفاريز في الصحراء ديزرت في الصحراء، وكمان عند سهل حشيش ونزور سهل حشيش. قلنا هناك beautiful some beautiful houses، بعض المنازل الجميلة المزينة، and bazaars، وكمان البازارات اللي نقدر نشتري منها الهدايا التذكارية. Now let's play again about WH question word، عن أدوات الاستفهام اللي تبدأ بال WH. Let's start. عندنا هنا إيه؟ عندنا هنا في عندنا الحاجات اللي بنسأل عليها، وال WH word question وأدوات الاستفهام اللي بتبدأ بال WH أو HO. إيه هم عندنا؟ how many، how many، why، when، where، how old، how much، whose، which، and who. مرة تانية، في عندنا how many، why، when، where، how old، how much، whose، which، and who. طب ايه الحاجات اللي احنا بنسأل عنها؟ في عندنا ال age، العمر، في عندنا money and non-countable nouns، الأسماء غير المعدودة اللي ما بنعرفش نعدها، أو الفلوس. طب position، اللي هو الملكية، يعني مين صاحب الحاجة دي. طيب numbers، الأرقام، أو countable nouns، اللي هو الأسماء المعدودة لو أنا عايزة أسأل عن عدد معين. طب reason، السبب، people، الأشخاص، choice، الاختيار، place، المكان، and the time، الوقت. يبقى أنا عندي ال age، العمر، money and the non-countable words، النقود أو المال أو السعر والأسماء غير المعدودة، البوزيشن عن الملكية من صاحب الشيء ده، وبعدين النمبرز الأرقام أو الأسماء المعدودة، والريزن السبب لو حاجة حصلت وأنا عايز أعرف إيه سببها، ليه حصلت، والبيبول الأشخاص، choice الاختيار، place المكان، and the time والوقت أو الزمن. هنبدأ بأول واحدة. لو احنا هنسأل عن الايج، هنسأل عن العمر، بنستخدم ايه؟ برافو، بنستخدم how old. how old، مش احنا بنسأل حد عن سنه بنقول له how old are you، فاحنا كده بنسأله عن سنه. طب عايزين نسأل عن الماني، لو ثمن شيء او الاسماء غير المعدودة، بنستخدم ايه؟ how much. excellent. طب position، الملكية، لو حاجة بتاعت حد عايز أعرف لمن، who،
Who's excellent؟ طب numbers الأرقام أو الأعداد أو حاجات بتتعد. How many؟ برافو عليكو. طب الريزن السبب. برافو. Why؟ لماذا؟ طب people أشخاص، عايز أقول مين؟ من؟ Who excellent؟ طب choice أخير من روحها، أيهما؟ Which؟ Yes. Place المكان. Where and time when. Excellent. طب let's check نشوف كده الكلام ده صح ولا لأ. Excellent all. Now I have some questions for you. Read the text again. اقرأ النص مرة تانية and complete the questions. ويكمل الأسئلة. هنكمل حل الأسئلة اللي قدامنا دي. Okay, we have a number one. هنكملها بإيه بقى؟ هنكملها بأدوات استفهام اللي بتبدأ بالـ WH أو غير ذلك على حسب السؤال اللي هيظهر قدامنا. Okay, so number one في عندنا هنا في أول سؤال بيقول هنا place أو space هنا في عندنا مكان فاضي، وبعدين بيقول lives in Hurghada. lives in Hurghada ده السؤال، والإجابة بتاعته كانت مريم. فأنا هنا بسأل عن إيه؟ بسأل عن الأشخاص. طيب طالما بسأل عن الأشخاص بنستخدم أداة استفهام إيه؟ تاني هنعيد السؤال التاني. إحنا هنا أنا استخدمت where ليه؟ لأن هنا بيقول where is Hurghada؟ أين توجد الغردقة؟ قال it's on the Red Sea. it's on the Red Sea هي على البحر الأحمر. فهنا البحر الأحمر أو موجود على البحر الأحمر ده مكان، والأداة اللي أنا بسأل بيها عن المكان هي where أو أداة الاستفهام where اللي هي بمعنى أين. أوكي هنكمل. هنا في السؤال الثالث إحنا بنقول مريم like living in Hurghada. قال yes she does، نعم هي تحب العيش في الغردقة. وقلنا طالما عندنا الإجابة هنا بدأت بيس أو هتبدأ بنو، يبقى ده سؤال بفعل مساعد مش بأداة استفهام اللي هي WH أو HO words. فأنا ببص على السؤال بشوف إيه الفعل المساعد اللي مستخدمينه، ونفس الفعل المساعد بنستخدمه في الإجابة. طب أنا عندي إيه هنا؟ عندي الإجابة فيها does، يبقى على طول هكمل من الإجابة هكمل للسؤال. طب لو كان عندي السؤال هو اللي موجود قال لي does Maryam like living in Hurghada، يبقى الإجابة حاجة من الاثنين، يا إما yes يا إما no، وبعدين كوما، وبعدين نكتب she و does في حالة الإثبات أو مع ال yes، أو doesn't في حالة النفي أو مع ال no. نكمل. number four space apostrophe s in سهل حشيش قال some beautiful houses بعض المنازل الجميلة. يبقى هو هنا بيسأل عن إيه؟ بيسأل ما أو ما الموجود في سهل حشيش. طب إيه الأداة أو أداة الاستفهام بمعنى ما أو ماذا اللي هي what. يبقى what's in سهل حشيش، ماذا يوجد في سهل حشيش؟ قال some beautiful houses بعض المنازل الجميلة. Now let's move to another exercise. exercise 3 ثالث exercise معنا بيقول how does Maryam make her text interesting؟ check the items she uses. احنا لسه حالا قاريين يعني نص او article عن Hurghada my city، الغردقة مدينتي، واللي مريم اتكلمت فيه عن مدينة الغردقة، وكان مع النص كده اللي هي الصورة بتاعة الغردقة على الخريطة وصورتها وبعض الصور وهكذا. طيب ايه اللي خلى النص بتاعها شيق واحنا بنقراه مش حاسين بزهق واحنا بنقراه ليه؟ لانها استخدمت اشياء عديده. زي ايه مثلا؟ هل استخدمت a photo of her؟ استخدمت صوره ليها؟ yes برافو هي فعلا حاطه صورتها اهي. طيب هل استخدمت drawings رسومات؟ لا ما كانش في drawings. طب استخدمت photos صور؟ yes excellent استخدمت بعض الصور لبعض الاماكن زي سهل حشيش، برافو عليكم. طيب وهل استخدمت diagram رسوم بيانية؟
لا. طب هل استخدمت ماب خريطة؟ يس، هي حتى الخريطة مبينة مكان الغردقة في مصر. طيب الديجرام لا. طب interesting facts، قالت لنا حقائق يعني مدهشة، حقائق مسلية. يس، اتكلمت عن مدينة الغردقة والحاجات اللي احنا ممكن نعملها هناك، زي بنروح مثلا سفاريز في الصحراء، أو في سهل حشيش بنشوف المنازل الجميلة، بنزور البازارات ونشتري الهدايا التذكارية. كلمتنا كمان عن الشط، وإن إحنا ممكن نعمل أنشطة عديدة ومختلفة على الشط عشان نستمتع بوقتنا هناك. Now let's read and discuss. هنناقش مع بعض السؤالين دول. The first question، أول سؤال، how many paragraphs does Mariam write؟ هي مريم قدامنا هنا كاتبة كام paragraph؟ Yes, she writes two paragraphs. هي كتبت paragraphين. يعني ايه paragraph؟ يعني قطعة. هي كتبت هنا قطعة، هي قطعة بدأت ب high لحد here، والقطعة الثانية ب in her gather لحد bazaar. فهنا هي she writes two paragraphs، هي كتبت paragraphين أو فقرتين. طيب number two، why does مريم use bold text؟ ليه مريم استخدمت في بعض الكلمات في النص استخدمت الخط العريض؟ شايفين كده، بصوا معايا، كلمة بيتش اهي بخط عريض، صحارى ديزرت الصحراء، سهل حشيش بازارز. طب اشمعنى الكلمات دي اللي هي كتبتها بخط عريض كده؟ ليه؟ بيقول she uses bold text، استخدمت الخط العريض ده to highlight interesting places in the area، علشان تبين لنا أو تظهر لنا الأماكن المدهشة الجميلة اللي موجودة في الغردقة. لو الكلمات دي كانت في وسط النص كده ما كناش هناخد بالنا منها، أما علشان هي بخط عريض فبقت مميزة، عينينا هتيجي عليها فهنميز إن دي أماكن جميلة ومدهشة في المكان اللي هي عايشة فيه أو في الغردقة. Now I have a question for you. هسألكم سؤال. This is a picture from Hurghada. دي صورة من الغردقة. And the question is, do you want to go to Hurghada? Do you want to go to Hurghada? حد مننا أو منكم عاوز يروح الغردقة؟ Yes, I do. برافو، كلنا عايزين نروح الغردقة. Why؟ لماذا؟ بنسأل عن الريزن أهو، بنسأل عن السبب، ليه عايزين نروح الغردقة؟ Because it's really interesting. We can make many interesting things there. Bravo, we can go to the beach. We can visit سهل حشيش. We can visit bazaars and buy presents and souvenirs. نشتري الهدايا التذكارية. What else we can do? We can go to the Sahara Desert and we can go to safaris and many many interesting things we can do in Hurghada. في أشياء كثيرة جدا ممكن نعملها في الغردقة ونتبسط جدا بوقتنا. We have another text. عندنا نص تاني عن Brighton My Town. Brighton My Town، هنا our friend Alex كتب عن البرايتون أو مدينة برايتون اللي هو عايش فيها. بيقول Hi, I am Alex. إزيكم؟ أنا Alex. I live in a city called Brighton. أنا عايش في مدينة اسمها برايتون. It's in the south of England. هي في جنوب إنجلترا. It's a small city. إنها مدينة صغيرة. And about 200,000 live here. وحوالي 200,000 شخص عايش هنا. In Brighton, there is a beach. موجود في Brighton شط. And there are lots of cool stores and restaurants. وكمان عندنا متاجر أو محلات ومطاعم جميلة جدا. Lots of tourists come to my town to go to the beach. في كتير جدا من السياح بيجوا المدينة بتاعتي دي علشان يروحوا على الشط. We also have Brighton Bear. عندنا كمان اللي هو الجسر أو جسر برايتون أو اللي هو الميناء بتاع برايتون. There are many games and rides for children here. عندنا كمان ألعاب وفسح جميلة جدا للأطفال هنا. We also have a very unusual activities in Brighton.
أو places, unusual places in Brighton. عندنا كمان أماكن غير معتادة في برايتون، زي إيه؟ زي the upside down house، المنزل المقلوب. It's a great fun. طبعا the upside down house هو اللي هو كان في صورته على اليونت، على بداية الوحدة، هو بيت على شكل بيت مقلوب، وهو مشهور جدا جدا في برايتون، في مدينة برايتون in the south of England، في جنوب إنجلترا. And you can search on Google، ممكن تبحثوا على جوجل باسم the upside down house in Brighton، بأهو الشكل ده، the upside down house in Brighton، البيت المقلوب في Brighton. طيب what's next؟ بعد ما قرينا الارتكل عندنا هنا read Alex article about Brighton and complete the table. هنكمل التيبل اللي قدامنا ده بنفس الطريقة اللي كملنا بيها التيبل بتاع مريم، زي التاون، المدينة. Where is it؟ مكانها فين؟ How many people live there؟ كم الأشخاص أو عدد الأشخاص اللي بيعيشوا فيها؟ Interesting things in Brighton، الحاجات المسلية اللي ممكن نعملها في Brighton، and this is for your homework. Now let's move to a simple question here. عندنا هنا سؤال بسيط. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. Number one, I live in a space called Hargada. I live in a space called Hargada. أنا عايش في إيه اسمها الغردقة؟ A city or a school or a hospital. City مدينة، school مدرسة، hospital مستشفى. Yes, I live in a city. أنا عايش في مدينة اسمها الغردقة. Number two, we use a space to know where a place is. بنستخدم إيه to know علشان نعرف where a place is، مكان أو أين يوجد مكان معين، عشان نعرف موقع مكان معين بنستخدم إيه؟ بازار ولا ماب ولا جيم؟ Yes, excellent. We use a map. Number three, Hurghada is in the space of Egypt. Hurghada is in the space of Egypt, south, east, north of Egypt. الغردقة مكانها فين؟ East of Egypt. Yes, on the Red Sea, على البحر الأحمر. Number four, Brighton is in the south of مدينة Brighton موجودة في جنوب إيه؟ France or China or England. Yes, excellent. England, إنجلترا. Now let's move to another part. Read and listen. How did Sharif's dad help the small child? إزاي بابا شريف ساعد الطفل الصغير؟ عندنا هنا article أو paragraph عن living on a boat. Living on a boat يعني العيش على مركب، هو الواحد يجرب إنه يعيش في مركب. بيقول هنا my friend Sharif lives on a boat in the summer. My friend Sharif lives on a boat in the summer. أنا صديق شريف عايش على مركب أو بيعيش في مركب أثناء الصيف. His parents work on tourist boats. His parents work on tourist boats, so he goes with them. بابا ومامته بيشتغلوا على مركب سياحي أو مراكب سياحية، فبالتالي هو بيروح معاهم. They travel up and down the Nile. They travel up and down the Nile. يعني بيتنقلوا من على النيل، يعني طبعا المركب دي في النيل، فبين الشمال للجنوب بيفضلوا إيه في رحلات سياحية باستخدام المراكب السياحية. He likes the summer very much. هو بيحب الصيف جدا. He sees many interesting places. He sees many interesting places. بيشوف أماكن جميلة جدا. And he meets people from all over the world. وبيقابل ناس وأشخاص من جميع أنحاء العالم. He speaks English and Chinese with the tourists. بيتكلم مع الأجانب باستخدام أو بيكلمهم إنجليزي وكمان صيني. Okay. نكمل. One day, في يوم من الأيام, the boat stopped and Sharif saw some children playing. في يوم من الأيام وقفت المركب وشريف شاف بعض الأطفال بيلعبوا. Suddenly, فجأة, a small child fell into the river.
A small child fell into the river. وقع طفل صغير في النيل أو في النهر. The child shouted, please help me. The child shouted, please help me. الطفل ده لما وقع قعد يصرخ ويقول ساعدوني ساعدوني. شريف called his dad. شريف called his dad. إيه اللي عمله شريف؟ قام اتكلم أو نده على بابا. شريف's dad saw the child and jumped into the river. شريف's dad saw the child. فبابا شاف الطفل وهو واقع في النهر and jumped into the river وقفز في النهر. He swam عام and saved the child وأنقذ الطفل. The child smiled and said فالطفل كان مبسوط وابتسم وقال له thank you so much شكرا جزيلا. شريف was very happy طبعا شريف كان سعيد جدا. But he also decided to learn to swim. ولكن قرر إن هو يتعلم السباحة. Now I have some questions for you. Number one, read again and write true or false. هنكتب true or false صح وخطأ أمام العبارات التالية. Number one, شريف lives in a city in the summer. شريف بيعيش في مدينة أثناء الصيف. It's false. Yes. طيب number two. شريف can speak English and Chinese. شريف بيعرف يتكلم إنجليزي وصيني. Yes. That's true. Number three. The small child fell into the river. الطفل الصغير سقط في النهر. Yes. That's true. And number four. شريف jumped into the river. شريف قفز إلى النهر. Yes. Excellent. That's false. لأنه كان شريف's dad بابا شريف. Now work with a partner, ask and answer. عندي هنا كده سؤالين أنا حليهم نموذج ليكم وأنتم هتطبقوا ده مع أصحابكم في المدرسة. أول سؤال عندنا why is it important to help others؟ هتسأل زميلك تقول له ليه مهم جدا إن إحنا نساعد الآخرين؟ فهنا الإجابة اللي أنا كاتباها مثلا because that creates a happy healthy community. لأن ده بيخلي إن إحنا عايشين في مجتمع جميل وسعيد ويسوده الصداقة والتعاون. Number two تاني سؤال Do you think it's important to know how to swim and why؟ افتكر من مهم إن إحنا نتعلم السباحة وليه السبب؟ فهنا أنا كتبت yes نعم because it can save you if you fall into a river for example لأن لو لا قدر الله إحنا وقعنا في نهر وإحنا بنعرف نعوم فبالتالي هنساعد نفسنا مش هنحتاج مساعدة or we can help others if they fall into a river أو نقدر نساعد الآخرين لو حد سقط في النهر زي كده الولد اللي وقع في النهر وبابا شريف أنقذه. Now let's move to another question fill in the gaps. نكمل الفراغات باستخدام الكلمات الموجودة في البوكس اللي قدامنا ده. عندنا we have boat مركب dad up English إنجليزي river النهر. Number one the small child fell into the الطفل الصغير وقع فين river excellent. Number two شريف's space saved the child مين اللي أنقذ الطفل شريف's Dad, excellent. Number three, Sharif can speak. بيتكلم إيه? And the Chinese. English, bravo. Number four, Sharif lives on a. Sharif عايش على إيه? Boat, excellent all. Well done. Now let's move to the pronunciation part. قلنا هنتعلم نطق ال F and اللي هو نطق ال حرف أو letter F and letter V. طيب we have some words here. We have cave, face, fan, fish, foot, living room, van, vegetables. Okay. What's in the first picture? عندنا إيه في أول صورة؟ What is this? Fish. Yes. Number two.
living room number 3 put accents in number 4 fan bravo number 5 cave number 6 van number 7 vegetables and number 8 face repeat after me fish living room foot fan cave van vegetables face طب ايه الفرق بين الصوتين touch your neck with your finger هتحطوا كده ايديكم على رقبتكم زي البنوتة اللي قدامنا في الصورة دي say fish fish your neck doesn't move مفيش اي حاجة خالص اتغيرت صح طيب دلوقتي قول say van van what do you feel حاسس بايه حسينا ب vibration كده اهتزاز في زورنا كده واحنا بنقولها okay so this is the difference between F and V now the project work in groups think and research هنعمل project مع أصحابنا في مجموعات طب عن إيه think about places in a town هنفكر في الأماكن الموجودة في مدينة مثلا اللي احنا عايشين فيها make a note of places you visit every day وهتكتب كده في ورقة الأماكن اللي أنت بتزورها كل يوم. طيب بعد ما نكتب الأماكن هنجاوب على السؤالين دول. Number one, who works in these places؟ مين اللي بيشتغل في الأماكن دي؟ And number two, how do they help us؟ How do they help us؟ إزاي بيساعدونا؟ طيب ده كله في أول جزء يبقى قلنا هنختار مكان أو مدينة اللي إحنا عايشين فيها. هنكتب نوتة أو ملاحظات عن الأماكن اللي إحنا بنزورها كل يوم وهنجاوب على السؤالين أول سؤال مين اللي بيشتغل في الأماكن دي وثاني سؤال هما بيساعدونا إزاي طيب خلصنا أول جزء عندنا ثاني جزء read and do read and do هنعمل إيه بقى draw and find some pictures you can use ممكن نرسم أو نستخدم بعض الصور اللي إحنا هنضيفها للنص أو الارتكل بتاعنا ده make your poster وهنعمل البوستر أو هنعمل الشكل النهائي بقى للبحث بتاعنا بقى طيب عندنا هنا ملاحظة ممكن check you have these in your poster هنشوف كده في المنشور بتاعنا اللي احنا هنعمله ده أو في اللوحة اللي احنا هنعملها دي إن احنا استخدمنا حاجات من الموجودة قدامنا دي علشان يكون شكلها interesting شكلها كده حلو وتشد الآخرين تجذب الناس أو أصحابنا إن هم يقروها ويستمتعوا لما يشوفوا شكلها ما يبقاش كله كلام وبس يعني ممكن نستخدم فوتو أو فوتو صورة أو صور or drawings أو رسومات headings عناوين كده تكون بخط أكبر وخط عريض map ممكن نستخدم خريطة diagram ممكن نستخدم كمان رسم بياني أو كمان bold text نص بخط عريض for important words للكلمات المهمة زي مثلا الشكل اللي قدامنا ده ده شكل البوستر انتوا ممكن تعملوا زيه طيب كتب ايه the people who help us the supermarket worker هنا اختار مكان واحد هو بيروحه كل يوم اللي هو السوبر ماركت مثلا أو بيروحه كل أسبوع اللي هو السوبر ماركت واختار حد فيه بيشتغل وقال هو بيساعدنا إزاي طيب شايفين كده أهو البوستر عمل عنوان بالشكل جميل أهو بخط عريض في كلمات هنا في النص بخط عريض علشان تبين لي يعني مثلا سوبر ماركت every week helps kind وهابي أهو الكلمات المهمة في النص عملها بخط عريض ضف صورة أهو صورة للشخص اللي هنتكلم عنه دلوقتي وكمان ضاف خريطة عرفنا مكان السوبر ماركت ده فين شايفين شكلها حلو إزاي؟ طيب نشوف النص عن إيه؟ بيقول هنا This is Maggie اللي قدامنا في الصورة دي اسمها Maggie She works at the supermarket هي شغالة في السوبر ماركت near my house بالقرب من منزلي ما
My family and I, أنا وأسرتي, see her every week. بنشوفها كل أسبوع when we buy food, لما بنشتري الطعام. Maggie checks the food is fresh. بتشتغل ماجي في السوبر ماركت. طب إيه وظيفتها بقى؟ إنها بتتأكد إن الأكل لسه fresh وطازة. She helps us, بتساعدنا, when we can't find something, لما ما بنكونش لاقيين حاجة, هي بتساعدنا إن إحنا نلاقيها. She is very kind and happy, هي طيبة جدا وكمان سعيدة. أوكي, دي كانت حصتنا النهاردة, وأشوفكم في حلقات جاية كتير. كنت معاكم مسز دينا مسلم, وبتمنى لكم النجاح والتوفيق.